أهلا مستمعينا مستمعاتنا مجددا، ألقاكم في كيل الحل مع الدكتور معتوق. حلقة اليوم خاصة بالأسئلة، كنستقبلوا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقامنا 05 22 77 24 24. فمرحبا بكم معنا. كنذكر إن شاء الله حلقة الجمعة غادي نخصوها الجواب على الأسئلة اللي كتكتبوا عبر الصفحة ديال البرنامج الفيسبوك للحلمة الدكتور معتوق. فمرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا. أيضا كنذكر معلومة جديدة اليوم، معلومة قانونية كتفيدكم في حياتكم اليومية. مباشرة معكم أو في راديو أصوات كنرحب بكم. البداية بمعلومة اليوم، اليوم إن شاء الله معلومة جديدة طبعا. غادي تكلم دكتور معتوق تحديدا على الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا دكتور. اهلا بك. موضوع اليوم هو موضوع كيزعش شويه اجتماعيا واسريا، تنعاني منه اليوم في المغرب ويمكن تنعاني منه في العالم. غير وكاين بعض الدول اللي الا كان عندهم بحال هذه المظاهر، هذه الظاهره مجموع ظواهر شي مظاهر، مظهر هي اللي جمع ديالو مظاهر. كاين بعض الدول النامية إذا كان عندهم بحال هادشي هذا يمكن يواتيهم، ولكن حنا ما عندناش نهائيا وقت لهاد التفاهة اليوم اللي راها واخدة عقلنا واخدة وقتنا واخدة اهتمامنا لليوم في هاد المواقع الاجتماعية. وكنقصد جميع المواقع بجميع أنواعها وأشكالها بلا ما نسميهم، الناس راهم عارفينهم، اللي كيهز التليفون وتبقى ساعة ساعتين ثلاثة سوايع. ومن ناهيك عن الأطفال والمراهقين والمراهقات اللي كيبقاو حتى ثلاثة الصباح والربعة الصباح. شوف دابا المشكل وانا كان يمكن تدخلو، حيت هادشي انا راه مجربو، ما يمكنليش انا نتكلم على شي حاجة اللي ما عارفهاش، نجربو وكنعانيو منه يوميا. وطبعا كان عارف شنو عليش كنتكلم. كتدخل راه دايرين له واحد النظام تسويقي اللي كيخليك دائما تبقى مرتبط به، وملي كتقول غادي نطلع غير واحد نص ساعه ونشوف شنو كاين كترجع ساعتين ثلاثه السوايع. وهنا فين الاطفال والشباب مراهقين ومراهقات كيدخلوا ينعسوا تيقولوا لوالديهم تصبحوا على خير، وكيدخلوا لبيتهم وتبقاو من 9 ولا 10 الليل 11 12 1 2 3 4 هو مازال خدام كيقلب في داكشي، راه ما كيكتب والو، راه غير كيقلب غير واحد مور واحد تيديه. هادو ردوا بالكم، راه هذا خطير جدا، راه هذا هو العدو الناعم، راه هذا هو الإرهاب الناعم، راه هذه الحرب الناعمة، هذا هو الوحش الناعم اللي دخل معنا في دارنا. ردوا بالكم منه، راه غادي يخرج علينا، يخرج علينا واحد الدرجة ما تصورش، يعني غادي تكون الآثار دياله وخيمة جدا على المجتمع. وحنا لاحظناها الآن، لاحظنا على الأسر، وبلا ما نذكركم بالمواضيع اللي كتعاني منها اليوم الأسر، أسأ سبب من الأسباب هو الإدمان على هاد المواقع الاجتماعية وهاد الصفحات اللي كندخلوا ليهم. ردوا بالكم، راه كيشجع على الأمية، حيث الأمية راه أشكال، راه كاين الأمي اللي ما عمرهم مشى للمدرسة، وكاين الأميون الجدد راه هما اللي عندهم إدمان ديال هاد الشيء. هذا أنا كنسميه أمي جديد. ردوا بالكم، راه كيوقفكم على أي خطوة تديروها للقدام، راه كيتعبكم، راه ما كيخليكمش تقراو. ما تهضرش على غير الشباب، راه كنهضر على الناس كلهم. ما يمكنلوش يقرا لأنه كيتعب، ما كيمكنلوش يخدم لأنه كيتعب، ما عندوش الوقت باش يجلس مع أولاده لأنه تعبان، ما عندوش الوقت باش يجلس مع الزوجة ديالو لأنه تعبان، والزوجة ما عندهاش الوقت باش يجلس مع ولدها لأنها تعبان، ولا مع الزوج ديالها لأنها تعبانة، بسبب هاد الشيء هذا، لأن هاد الشيء كيتعب، ما كتبقاش قادر دير حتى شي حاجه. وملي كينوض التلميذ باش ينوض يقرا، ولا الطالب باش ينوض يقرا، تلقى راسو ما عندوش نهائيا الطاقه، هذيك الشحنه اللي غيكون هو محافظ عليها باش يقلب على العلم ونترقاو ونطلعوا ونزيدوا خطوات القدام، لا تلقى راسو تعبان وتيقول لك انا ما عارفش مالي، نط عيان ورا ثلاثه الصباح ورا الصباح وخدام في هذا الشيء هذا. اذا ردوا بالكم من هذا الوحش هذا، راه قارنا راه مازال كان كنا واش عيب الله. خليوا عليكم الفضول، راه الفضول إدمان، راكم رجعتوا مدمنين، الناس رجعوا مدمنين
انهم يشوفوا الخبر ديال الناس الاخرين اللي مزوج واللي مطلق واللي سمح في ولده واللي لا هذا امه وهذا با الحقيقي وهذا راه دار لهذا وهذا مصاوب لهذا. هذا الشيء هذا راه ما تهمناش، راه ما تهمناش، راه قالوا الزين قالوا الشيء من الشيء نزاهه والشيء من قلت الشيء سفاها. يعني حتى كان كنا ما ناقصنا والو في هذه البلاد وعايشين بخير وما خاصنا حتى شي حاجه وجميع الحقوق ديالنا عندنا وكنتمتعوا بها وفرحانين، ديك الساعه تقولي للراس غني سيروا قلبوا على هذا الشيء هذا. ولكن واش حنايا عندنا هم ركبنا من رجلينا حتى راسنا ديال هاد المعيشه اللي رجعنا عايشين فيها، ديال هاد الظواهر اللي رجعنا كنعيشوا بها، ديال هاد المشاكل اللي كاينه في المجتمع ديالنا، ديال هاد التفاهه اللي طغت علينا، وعاد زايدينها بهاد الانشغالات هادي؟ راه ما يواتيناش، راه ما يواتيناش، راه خصنا نقلبوا ليل ونهار على اللي غادي يعلمنا، نقلبوا ليل ونهار على اللي غيهزنا يدينا ويطلعنا لفوق، نقلبوا ليل ونهار على اللي غادي يخليني نعيش اليوم اكثر او اقل يعني ضعف، اقل فقر للعلم من البارح. خصني كل نهار نكون احسن من البارح، اقل فقرا من البارح في العلم، نعرف شي حاجه اللي تفيدني انا مرا، نشوف شنو غادي يفيد لي وليداتي، نشوف شنو غيفيد لي راجلي، نشوف شنو غادي يفيدني انا في صحتي، نشوف شنو غيفيدني في علمي في حياتي في قرايتي في العلم ديالي في العمل ديالي في المنزل ديالي في المسؤوليه ديالي كعضو في الاسره، مهم جدا. اذا هادشي كله تيخصنا نردوا بالنا ليه، تيخصنا نردوا بالنا به، وما نهتموش بالامور اللي ما عندنا فيها حتى شي افاده حيت ما كتعلقش بيا. وهادوك اللي كيديروا راه كي 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 كيجروكم كي كيثيروا الانتباه ديالكم وكتبقاو موضوع مور موضوع تاب هذا مور هذا حتى كتلقى راسك ما استفدت حتى شي حاجه، دوزتي ساعات وما استفدت حتى شي حاجه، ساعه بل فقط التعب والرجوع الى الوراء. راه ديال اللي قلت لكم زماننا كاهله واهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم الى الوراء، يظنون بان بالتكنولوجيات وبالهاتف النقال والذكي وهذه المواقع هذه يظنون انهم يسيرون الى الامام، بل سيرهم الى الوراء، ونحن في حاجه الى من ياخذنا من ايدينا لكي نمضي الى الامام وليس الى الوراء. نعم، إذن معلومة اليوم العدو المدمر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن على أسود كنواصلوا معكم مستمعينا مستمعاتنا مباشرة. كنذكر حلقة اليوم خاصة بالأسئلة، فمرحبا بكل الأسئلة ديالكم 05 22 77 24 24. معنا مصطفى من تونات، معنا هشام من إسبانيا. مصطفى، نعم مصطفى، ايضا معنا الخط من سوق السبت. هذا الموضوع هذا ماشي قبلنا هضرنا فيها فوزيه بحال كنرجعوا عندنا كترجي بحال الرخام، ما كتحسي حتى بشي حاجه، راه كنا نكملوا فيها انا وياك في حوار دردشه خفيفه. قولي لي شنو؟ الحمد لله غير مدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي ما عندي ما نضيف دكتور. فان راه الخصيه في كلمه العدو المدمر. ماشي لازم نكونوا مدمنين، ولكن هذا راه حنا كنعانيو منه في المجتمع ديالنا. اكيد هذا فرض راسه اليوم، ما كاينش شي اسره اليوم ما كتبقاش كتعاني. دابا اي ام ولا اي اب باش يتخلص من الولد ديالو من الاسئله ديالو من 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 الحركيه ديالو كيعطيه هاتف ذكي تيقول يلاه. ماشي باش يتخلصوا فقط، كتلقى الاب او الام هما في حد ذاتهم لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلوا في الإدمان على هذه المواقع. إذن حتى الفوقاش غادي نبقاو حنا في هذا الوحش كيدير فينا. عندك شي حل دكتور؟ الحل هاي 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 هات هاي هات الحل ما تيمكنلوش يجي في الدردشة ديال 10 دقائق. الحل أولا خصو اختصاصيين. أنا راني كنتكلم دابا ماشي كخبير، أنا بزاف المواضيع اللي كيضروني في قلبي هما اللي كيخليني نتكلم، راه ما كنتكلمش كخبير، راه ملي كنخرج من القانون كنبدا نتكلم كإنسان كمواطن كيبغي بلاده، فقط كيبغي بلاده وعنده هاد الفرصة ديال يكون عنده ميكروفون ومنبر وإذاعة محترمة. عرفتي هاد الإحساس ديال الانتماء ديالي لإذاعة أصوات شحال فيه ديال الافتخار وشحال فيه ديال الاعتزاز، لأنها تستجيب لمعايير ديال الأخلاق، معايير ديال النضال من أجل الرفع من الثقافة ديال المواطن المغربي، إدخال العلم إلى البيوت، إدخال الدين إلى البيوت، توعية، تأطير، تحريك النفوس اللي ما عندها غيرها على البلاد، كدير مواضيع اللي هي مهمه وبرامج اللي هي مهمه، وخاصه الحريه اللي كنحس بها وانا داخل هذه الاذاعه
انني كنحس براسي حر، يعني ما عنديش قيود بالنسبه للمواضيع، وهذا احساس يعني كنعتز به انا وانا في اذاعه اصوات. دام لكم هذا الفخر والاعتزاز دكتور. اذا مستمعينا مستمعاتنا غادي نوصلوا معكم نجاوبوا على الاسئله. اول اتصال مشاو لتطوان. سي مصطفى مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا اهلا وسهلا. عليكم السلام. لاباس بخير كي داير الدكتور مصطفى؟ بخير كلشي مزيان. الله يبارك فيك. الحمد لله. لله سيدي الله يرحمنا في الوالدين. نعم اسيدي. عندنا واحد المشكل ديال الماء، الماء ما كاينش عندنا. اشنو عندنا؟ المشكل في الماء، واش كاين خصاص ولا ناقص ولا قليل ما كيوصلكمش، شنو بالضبط؟ الماء قلال، الماء قلال ما كاينش عندنا، غير العيون اذا كنشربوا منه ما بقالناش الماء، جاو شي محسنين باش حرونا الماء. نقدم ما خلاوش يوقفوا ما بغاش يخليونا نحفرونا الماء. ايوا ولكن الحفيرة خصو رخصة. رخصة على الناس ضعاف في الجبال ما كاينش، كلشي ضعيف ما كاين والو. لا ولكن الشريف دابا الرخصة ماشي غير على الغني. الرخصة الرخصة داخلة في واحد السياسة ديال تدبير الموارد المائية ديالنا. هذه الدولة دارت قوانين ودارت بأن اللي خصو يحفر بير خصو يكون عنده واحد الرخصة من الوكالة ديال الحوض المائي، كتمشي تاخذ من عندهم هذيك الرخصه اللي مبدئيا اذا كنتو نتوما في حاجه ما غاديش يقولوا لكم لا وتحفروا حاجه حاجه صافي الناس. اييه اذا ديروا الاجراء ديالكم قانونيه وخذوا الرخصه. حنا ما يمكننا شيء، ما يمكنناش نمشيو حنا ضد القانون. الناس غير عارفين هنايا في الجبل وصافي، راه في الباديه بعادين ما كاين لا كلشي، ما قاري حتى شي واحد، ما كاينش حتى شي واحد قاري على النبات هنا. ايوا انت عرفتي سير الوكاله ديال الحوض المائي وصولهم الله يجزيكم بخير، قول لهم حنا محتاجين واحد البير وعندنا اللي غادي يحفر لنا البير وعندنا المحسنين بغينا الله يخليكم الرخصه. غادي يقول لك جيب لي اسيدي هاد الوريقه وجيب هاد الوريقه وجيب هاد الوريقه، وشكون هما اللي غادي يحفروا هاد البير وديال من هاد البير وشكون غادي يكونوا في ارض من، وجيب لنا الرسوم العقاريه اللي عندكم رسوم عقاريه ولا شهاده الملكيه ولا الملكيه اللي عندكم شي ملكيه، ونقول لكم توكلوا على الله صافي. هادشي اللي غادي يقول لك، راه ما يقول لكش راه ما تحفرش. شكرا سيدي بارك الله فيك. الله يسهل الشريف. مرحبا سي مصطفى. مرحبا. اذا دائما كنعاودوا ناكدوا بان فعلا المغرب كيعيش واحد الندره ديال المياه، وبالتالي خاص الترشيد والترشيد والترشيد ديال استعمال المياه، خاصه المياه الصالحه للشرب. نمشيو مباشره لسوق السبت. نعم من سوق السبت غناخذوا مصطفى، ومن بعد سي هشام مازال معنا، خليك على الخط. تفضل سي مصطفى. اهلا اختي استاذه لاباس. بارك الله فيك. مرحبا تفضل. لاباس انا بغيت ليزازي بخير. شكرا على هذا البرنامج راه متبعينه. تفضل اسيدي الدكتور. نعم اسيدي. انا هضرت معك شي 20 يوم هادي مزيان مستعجل من سوق السبت ولاد النمام فقير. اييه على حساب الماء صيفطيك هذيك الوثائق وما جات ما جاتني حتى حاجه حتى الرابط ديال الماء ديال الماء. لا شنو هما الوثائق اللي صيفطتي وديال اش الوثائق اللي صيفطتي؟ واش انا قلت لك صيفط لي الوثائق؟ واش هذا قلت لي سيطو هي في الوات الواتساب انترنت الواتساب هي سيطو ملي يكون فيها بجيات. واخا وشنو هو المشكل اللي عندك سيدي؟ المشكل اللي عندي انا مخلص من 2017 ومخلص الماء. اييه شنو مخلص باش عاد تشترك في الماء؟ مشاك معاهم في الماء 2017 باش يجيبوا لك العداد. اييه وتنخلص المبادره. لا وجابوا لك العداد؟ لا مازال ما جابوش ليا. ايوا ايوا تنتسنى فيهم باش يجيبوا، ما جابوا ليا لا عداد لا المكنه لا والو. لا عين الشريف دابا نتايا فين ساكن؟ في الباديه. لا ساكن في سوق السبت. يعني في المدينه ماشي الباديه، ماشي المدار القراوي، حضاري. لا الحضاري. مزيان. وساكن في الدويره ديالك بنيتيها انت؟ اييه. بنيتيها بالرخصه؟ لا شريتها انا بنيه. شريتيها بنيه، واش اللي بناها بنا برخصه؟ البلان ديالها بكل شيء ليها سميتو ديز قدام. لا جاوبني دابا. انت مطور انت مطور شي انت مطور اللي شافك تهضر تقول لي انترنيت ما عرف سميتو داك الشيء بحال زعما والو، ولكن ملي سولتك السؤال اللي خصك تجاوبني عليه صراحه بقيتي كدور لي هكا ياك. ملي قلت واش كاين الرخصه قلت لي عندي البلان عندي كل شيء جاي حدا الطريق، واش عندك الرخصه؟ لا ما عنديش الرخصه. اذا ملي كتمشي تقول لهم بغيت ندخل العداد ديال الماء تيقول لك انت راك بديتي بناء عشوائي ياك، هادشي اللي تيقول لك. اييه هذاك اللي قبل منك اللي باع لك كان عنده العداد ديال الماء؟
لا ما عندوش. انا اللي طلعت الاوراق وطلعت كل شيء وطلبوا مني طلبوني من الكروكري طلبوا مني رخصه باش نجيبها وجبت لهم كل شيء المسائل وقدامي ديج الواد. راه تنقول قدامي ديج انا قدامي الواد انا دابا قدامي وفاش يبغي يحفر وفاش يجيو غادي يجي شي واحد يقول لهم لا ما تحفروش. شكون اللي كيقول له ما تحفروش؟ شي ما عرفتش انا هذوك الناس. انا ساكن هنا ما عرفتش انا بلاد وليتي. دابا انا بغيت نعرف انت دابا مشيتي خلصتي الواجبات ديالك عند صحاب الماء؟ كل شيء مخلصه من 2017 من 2017 و2013 مخلصت الرخصه ديال الضوء. ودابا خليني في الماء الله يرحم الوالدين. انا عطيتك الماء عطيتيني الماء في 2017 قلت لهم بغيت ندخل العداد ديال الماء قال لك غادي تادي كذا وكذا وكذا مشيتي اديتي الفلوس عطاوك العقد وقعتي معاهم العقد ياك؟ اييه. وقعتي العقد؟ اييه. وما دخلولكش الماء؟ ما دخلوليش الماء. وشنو السبب اللي كتقول لهم علاش ما دخلوليش الماء؟ اش كيجاوبوك؟ تيقولوا لك تخرج على طول القوه باش تعطينا باش نجي نحفروا ليك. يعني ما كيخليش شي وحدين ما كيخليهمش يحفروا ليكم؟ اييه. شكون هما اللي ما كيخليهمش؟ شي ارض ما عرفتش انا مواليها تيجيو لهنا وهذيك الارض فيها الطريق. الطريق فاش نشرو للبلديه تيقول لك راه الملك العمومي. دابا داك الطريق واش ملك عمومي ولا داير شي واحد من الخواص؟ عمومي ملك عمومي. وشكون اللي كيوقف ما كيخليهمش يحفروا؟ تيجي واحد السيد ما تنعرفوش انا تنشوفه من وجهه تيجي يقول لهم انا باغي التعويضات ديال الطريق هذي. واش انا التعويضات غنعطي لهذا مولا الطريق؟ لا دابا هو داروا له الطريق في الارض ديالو ومازال ما عوضوش. اييه. ودابا تيوقف كيقول لهم ما تحفروش لهذا السيد ما تدخلولوش الماء انا مازال ما عوضتونيش. اه لا يرحم والدينا اودي. وهذا السيد هذا هضرتي معاه؟ من الارض. اييه. هضرت معاه تيقول لك انا خلص نتخلص انا من ولكن انت واحد المطور قلت لك ماشي نيشان عاد دابا عاد قلتي لي وانا ما كنعرفوش انا عارف وجهو شتو كنشتو دابا سولتك واش هضرتي معاه قلتي لي هضرت معاه وقلت له اش قلتي؟ وهذا الدكتور راه ماشي غير هما واحد ولا جوج هو فاش يجي ما كنعرفو الا في وجهه. المهم دابا حصلتك الاسم ديالك الكامل. الاسم ديالك الكامل باش نعرفوا الملف اللي صيفطتي لنا. مزيان مصطفى. مزيان. اييه. احنا نقلبوا قلتي صيفطتي لنا عن طريق الانترنت. انترنت 05. لا ما تعطيش الرقم ما نخرج ترجع عند المخرج اعطيني اسمي مصطفى. اسمي مصطفى. وصيفطكم في الواتساب. نعم الرقم اللي صيفطتي منه في الواتساب هو اللي غتعطي المخرج عبد الرحيم الرقم اللي رسلتي منه. الله يسر لك الامور. نعم فاصل وناخذ سي هشام معنا من اسبانيا خليكم معنا على راديو اسوات. اهلا بكم في فقره نصيحه تامين الفقره اللي كتجاوب على كل تساؤلاتكم حول التامين ونصيحه اليوم حول التامين التكافلي. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. اذا التامين التكافلي هو شكل من اشكال التامين اللي وضعها المشرع المغربي باش تكمل منظومه الماليه التشاركيه بالمغرب واللي كتتم العمليات ديالو وفق الاراء بالمطابقه الاحكام الشرعيه الصادره عن المجلس العلمي الاعلى. اذا نبداو اولا بالتعريف شنو هو المعنى ديال التأمين التكافلي. التأمين التكافلي كيمكن مجموعة من الأشخاص كيتسموا المشتركين من التغطية ضد مجموعة من الأخطار من بعد ما كيتوجهوا لواحد مقاولة تأمين مختصة في التأمين التكافلي باش يكتتبوا عقد تأمين تكافلي والتزموا باش أنهم يخلصوا شراكتهم. هاد الشراكات كتجمع في واحد الصندوق اللي كيتمتع بالشخصية الاعتبارية وعنده الاستقلالية المالية واللي كتنشئ مقاولة تأمين التكافلي وكتكلف التسيير ديالو مقابل واحد الأجرة. الأموال اللي جمعت في هذا الصندوق كيتخلصوا منها التعويضات المستحقة للمؤمن لهم في إطار عقود تأمين تكافلي وتكاليف التسيير ومختلف المصاريف المباشرة اللي كتتعلق بهذا الصندوق. حاجة أخرى خاصكم تعرفوا هي أنه قبل اكتساب عقد تأمين تكافلي خاص المقاولة أو وسيط تأمين يعطي المكتتب المحتمل نظام تسيير صندوق تأمين تكافلي إلى وفق على القواعد والمبادئ اللي فيه غادي يوقع عليه ويحتفظ بنسخة منه ويكتتب عقد تأمين تكافلي اللي كيناسب الاحتياجات دياله. إلى ما وافقش على هذه القواعد والمبادئ يمكن ليه يتجه عند مقاولة أخرى حتى يلقى اللي كيناسبه.
وباش كيتميز التأمين التكافلي على التأمين التقليدي؟ مزيان. أولا، عملية التأمين التكافلي تتم وفق الآراء بالمطابقة للأحكام الشرعية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ثانيا، فالتأمين التكافلي المشتركين في حساب أو حسابات الصندوق كيأديوا الاشتراكات على شكل التزام للتبرع، وتبقى الصندوق ملكية المشتركين. كيتميز التأمين التكافلي أيضا بأنه في حالة ما كان فائض في الصندوق، حيث هذه مسألة واردة، كتوزع المقاولة على المشتركين حسب الطريقة اللي منصوص عليها في نظام التسيير. حاجة أخرى مهمة هي أنه في حالة وقوع عجز في الصندوق، يعني العكس ديال الحالة الأولى، كتلتزم مقاولة التأمين التكافلي بسد العجز من خلال تسبيقات تكافلية اللي هي قروض بدون فائدة على أساس استرجاعها من العائدات المستقبلية ديال الصندوق. واش التأمين التكافلي كيمكن كذلك من الاستثمار؟ أكيد وبكل تأكيد. من غير عملية تأمين لتغطية الأخطار كنلقاو كذلك عملية الاستثمار التكافلي اللي كتمكن المشتركين من الحصول على رأس مال مكون من مجموعة دفعات اللي داروا، إما بشكل دوري أو دفعة واحدة، ومن الناتج ديال توظيفها. وهذا الشيء كله وفق الآراء بالمطابقة للأحكام الشرعية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. حاجة أخرى، هذه العمليات الاستثمارية كتمتع بنفس التحفيزات الضريبية اللي موجودة في عقود التأمين التقليدي اللي كتتعلق بالادخار. شكرا دكتور معتوق. الفقرة المقبلة نصيحة جديدة حول التأمين، وإذا كان عندك أي سؤال اتصل بلاكابس أو زور الموقع الإلكتروني www.acaps.ma. إلى اللقاء. كان وصلوا معكم أوفياء راديو أسوات، مرحبا بكم معنا. كان وصلوا نستقبلوا اتصالاتكم، كان ذكر 0522-77-24-24 على راديو أسوات. هشام من إسبانيا التحق بنا أيضا. زكريا من طنجة خليك معنا، تفضل هشام. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك معنا. عليكم بارك الله فيك، مرحبا. دكتور معك، تفضل دكتور في الاستماع. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله أستاذ، راك عزيز علينا وحصلنا فرح اليوم أنني نهضر معك أستاذ. مرحبا بك سيدي، مرحبا، الله يكثر خيرك، تفضل. أستاذ الله يجزاك بخير، عندي الوالدة ديالي خدامة في واحد الشركة هذه مدة 15 سنة. شحال؟ 15 سنة. نعم أستاذ، ومخصنا معهم. هي شركة طبعا في القطاع الخاص. نعم سيدي، هي شركة ديال القطاع الخاص ولكن تابعة للدولة البلدية. أيه زيد. نعم، هاد الشركة أستاذ ما بقاش بزاف أستاذ، تكمل الكونترا ديالها تمشي بحالها وغاتي شركة أخرى في بلاصتها، وغيحولوا كاع الخدامة لشركة جديدة. أيه. الوالدة ديالي ما بغاش تكمل معايا الشركة هذه ودير شركة أخرى، بغات تخرج بحالها. مرضات في هذه الشركة أستاذ بالاكتئاب والسكر وأعصاب، مهم شنو نقول لك، الحالة ديال الدهورات بزاف. إيه. علاش هذا الشيء كامل؟ نظرا لسوء المعاملة اللي كتلقاها من عند المسؤولين ديال هذه الشركة هذه، بما فيهم المدير والخدامة. حيت حرمينها أستاذ بزاف ديال الحقوق ديالها، وملي كتهضر على حقها المدير ديالها كيقول لها لا ما عجبكش الحال حطي الاستقالة ديالك وخرجي ليا. مثلا دكتور الى طالبت بشي ورقه بحال شهاده العمل ما كيعطيوها لهاش، خدمات شي نهار مثلا ديال شي مناسبه ديال شي عيد ولا خدامه كاع كيتخلص النهار مدوبل، هي لا كتعرض للمضايقه في مسير الترونسبور ديالها. البلاصه المكان اللي كتجلسي من بعد ما كتكمل الخدمه ديالها والسالي غير لائق نهائيا. المهم دابا اليوم شنو داروا لها؟ واش اقترحوا عليها باش يدوزوها للشركه الاخرى ولا شنو؟ لحد الساعه مازال ما هضرش معاهم في هذا الموضوع، هذا كيتسناو تجي شركه جديده. او شنو هو اللي رايج ان غادي يحولوا لشركه جديده؟ هذا الشيء اللي كاين استاذ. نعم ايوا، يقول لها تحلي راسها وتقبل الوضعيه. دابا استاذ هي بغات مثلا تخرج من هذه الشركه هذه، الا بغات تخرج غادي تحط الاستقاله وغتمشي بحالها ما غتاخذ حتى ريال. نعم استاذ، ان خصها تصبر وتدوز، حيت دابا حتى لا مشات قالت لها غادي ندوزكم للشركه الاخرى راه ما من حقهمش. طبعا ما نحقهاش، انا خدامه معاكم نتوما، اش تدوزوا لي شركه اخرى؟ انا ما بغيتش ندوز لشركه اخرى، انا خدمت معاكم نتوما وبغيت نبقى خدامه معاكم، بغيتو تستغنيو عليا خصكم تعطوني التعويضات ديالي.
ولكن راه الا مشات هذيك الشركه اسمعني مازال ما كملتش كلامي بزاف ديال الحقوق استاذ فهمت كيفاش مازال ما كملتش كلامي مازال مرضاش هذه الشركه هذه بزاف نهار اللي كانت دخلت اول مره هذه الشركه كانت حين شركه بران ديال شركه فرنسيه فهمت كيفاش استاذ الشريف نعم اخي تسمعني نعم كنسمعك انا كنت كنهضر ما كملتش كلامي نعم استاذ سمح لي الله يجزيك بخير معايا واحد البنت هي راه الله يخليها لك هاد القضية اللي قلت لك غادي يقولوا لها بغيتي تمشي الشركة غنصيفطوك مع الموظفين تمشي تخدم مع ديك الشركة ما بغيتي شيء احنا غادي نمشيو بحالنا ملي غادي يجمع راس هاد الشركة وتمشي بحالها الوالدة ديالك إذا بغات دير دعوة ضد من غادي دير دعوة مشات الشركة هذا هو المشكلة فهمتي؟ نعم غادي دير راسها من الريوس ودخل الشركة الجديدة وطلب الله سبحانه وتعالى ييسر لها الأمر ديالها وما تبقاش داك المشاكل عندها واخا استاذ ولكن رخص لازم دوز تكون اعتراف بالعقد ديالهم بالأقدمية الشركة الجديدة نعم خصهم يعترفوا بالأقدمية كتابة نعم حيت دابا حتى لو بغيتوا توقفوا كاع نتوما توقفوا البيضة في الطاس كيف تنقولوا تقول لها سيدي انا ما بغيتش نمشي لشركه جديده انا بغيت نتوما يا اما نبقى معاكم يا اما تعطوني رزقي نهار يهزوا حوايجهم ومشوا الدول ومشوا بحالهم ما عندك ما دير خاصه الا ما كانش عندهم ممتلكات ما عندهم لا عقارات لا شي حاجه اللي تحجز لهم ها انت قاعد عيتيهم لان هذا فصل عني العمل وفصل تعسفي حكمت لكم محكمه ب 20 مليون فين غتنفذ مشات الشركه بحالها وما كتملك حتى حاجه وليك الشركه الاخرى الجديده اللي مشيتي عندها تقول لك انا ما عندي حتى علاقه بالشركه القديمه انا عندي واحد الصفقه شاركت فيها خديت الصفقة أنا خدامة صافي أنا ما ليش علاقة بيك نعم أستاذ فهمت مزيان نعم أستاذ واضح تفضل بحال دابا مثلا هي اللي كتنتظر مثلا مع مفتي الشغل ولا كيقول لها ما دار معها حتى شي حل بالنسبة ليا التفتيش ديال الشغل ولا زعما هذا هو المشكل اللي كاين زعما مفتي الشغل يقدر يحل لها المشكلة ايه الا درت شي كاين مفتي الشغل اللي كيدخل في اختصاصه تيمكن يلقى لها الحل طبعا وهذيك ختمته مؤخرا غير البارح دابا المشكل الوقت اللي كتكلمت فيها دابا غير داك المكان اللي المحل اللي كتدير فيه بعد ما كتكمل العمل ديالها بما توصل الساعه باش تخرج كما قلت لك استاذ سبق لي قلت لك غير لائق تماما اشنو هي الخدمه ديالها؟ معها الطب كيما كيحطوا تما حاشاك شي انا بغيت نفهم علاش ملي كنكون كنهضر معاك بغيت نفهم علاش ملي كنكون كنهضر معاك ما كتسمعنيش من نتا كتكون كتهضر من كنسالك شي سؤال كي كدير تسمعني واش داير شي سماعات في ودنيك ولا شنو كيفاش كتسمعني لا الرجل بعض المرات كيقطع لي داكشي علاش حيت ملي كتكون كتهضر كنسولك قلت لك فين خدامه الوالده ديالك شنو الخدمه ديالها طبيعه العمل ديالها ماشي الشركه طبيعه العمل كدير يعني ملي كدير مثلا الدروج نظفاتهم قادات المكاتب كتمشي تالي تجلس في واحد البليصه نعم هذيك البليصه اللي كتجلس فيها غير لائقه نعم فين تجلسوا في المرحاض تقريبا مثلا داك المكان اللي كتجلس فيه مصنوع من الحديد وفي الصيف كيكون سخون في الايام ديال اللي برد كيولي بارد الخدامه كاع عاطينهم مثلا الاماكن نقيه كيف كيجلسوا الا هي استاذ على هاد الاماكن هي فرضيه كل واحد كيعطيوه بلاصه لا هما كيتشنوا في واحد المكان اللي في واحد وعلاش هي بالضبط كيديوها لذاك المحل علاش ما كتمشيش تجلس معاهم هما لا هي فين كتحط داك الحوايج ديال النظافه مثلا ديال وتحط الحوايج ديالها وتمشي تجلس مع النساء الاخرين تما ما خلاوهاش البارح مشات تجلس معاهم ناض واحد هزها هكا من يدها ودفعها خرجت على برا حتى بغيت طيحها في الارض هذا تمشي دير به شكايه نعم استاذ هذا تمشي دير به شكايه ماشي مفتي الشغل هذا دير به شكايه الوكيل الملك ياك العيالات شاهدين معاها هادشي اللي دارها دير الزام يديها ودفعها حتى كانت غادي تطيح ولكن ما يشهدوش معاها كاينين الناس اللي حضروا على هادشي ولكن ما يشهدوش معاها ايوا حنا مازالين فيه حنا مازالين فيه فين هي التربيه اللي كنقلبوا عليها فين هي الشهامه فين هي كلمه الحق ايوا شتيها هما بحالها فعاود لي تضامنوا معاها باش يعاونوها وتاخذ حقها يخليوها هي كطيح وتنوض نعم استاذ هما ضدها كاملين الناس انا ما عرفتش علاش استاذ والله العظيم اذا دكتور شنو ممكن دير الام ديال هشام اليوم اذا واضح دير شكايه بالسيد اللي تعدى عليها او اللي كتقول بانه فعلا دفعها ومسكها من يدها الله يسر ليها الامور هشام غادي نواصلوا مع زكريا من طنجه مرحبا بك زكريا السلام عليكم عليكم السلام زكريا تفضل الله يحفظك الله يجازيك بخير بغيت نهضر مع الدكتور تفضل شنو السؤال سي زكريا
عندي واحد مشكل دكتور الله يجازيك بخير. تفضل انا كنسمعك. الله يرحمك الوالدين والله يجازيك بخير. عندي البطاقه ديال المقاول الجازي، عندي بطاقه مهنيه، مخلص الضريبه ديالي، داير واحد الطوموبيل. لا عين عين كتقول لي مقاول ذاتي وبطاقه مهنيه، راك الوحده بوحده، واش عندك بجوج ولا غير وحده؟ لا عندي بجوج. عندك بطاقه مهنيه لانك سائق؟ لا لا. شنو كدير؟ لا بطاقه مهنيه جايبه انا مخرجها من الغرفه التجاريه. شنو هي المهنه ديالك؟ المهنه ديالي بائع متجول. بطاقه مهنيه جايبه من الغرفه التجاريه. جايبه. ودرتي مقاول ذاتي؟ ودرت مقاول ذاتي. زيد على اساس باش نخرج الرخصه ديال البائع متجول. اييه دابا حاليا عندي طوموبيل سيكنز داير فيها كافي. ما تقولش الاسم الماركان ديال الطوموبيل عفوا، وكاين الملف ديال سي زكريا انا لقيتو هادي واحد يومين بغا الرخصه ديال البائع المتنقل. انت اللي فاس؟ لا طنجه هادي. انت اللي فاس حدا المطار ديال سايس؟ لا لا انا في طنجه. انت في طنجه؟ حيت عندي شي واحد نفس الملف القايد ما خلاش بالسياره ديالو كيبيع مقام متحرك. هذا هو اللي عندي، هذا هو الملف اللي عندي. نعم هذا هو اللي في سايس، في مطار سايس. المنطقه ما عرفتش لكن عرفت الطوموبيل. هذا اللي لقيته تحت وقلت له جيب الملف، هذاك الملف خصنا نشوفه فوزيه. كمل الشريف كمل. قلت لك كنت خدام في شنو سميتو في شارع الرون بوان ديال المطار، في واحد البلاصه بعيد على الطريق يعني. انت سبحان الله في المطار ديال طنجه. اه في الرون بوان ديال المطار ديال طنجه. شنو سميتو بعيد على الطريق ما دايرش عرق على نهائيا. شكون اللي جا عندك؟ جا عندك القايد قال لك هزق. واخا شهر من قبل العيد وانا خدام، قبل العيد الكبير وانا خدام بخير، كاين ما كاينش عندي مشكل نهائيا. جا عندي المقدم هضر معايا زوين، هضرت معاه زوين صافي، الله يعاون الله ييسر. بقيت خدام هذه تقريبا شهر ونص، شهر ونص صبح عليا القايد والمقدم والمخزنيه قال لك درتي لنا مشكل مع الباشا حيد من لهنايا، بحكم انني عندي طوموبيل شنو سميتو يعني حابسه يعني اون بان. فهمتي؟ ومي كنت خدام خدمت الشهرين الاولى بخير ولله الحمد، بانت لي قضيه مزيانه، دبرت على واحد السيد هو بقى كيخدم الليل وانا بقيت كنخدم النهار، يعني ولا الطوموبيل خدامه 24 ساعه. اييه فهمتيني؟ هما اللحظه ملي شافوا الطوموبيل بقات خدامه 24 ساعه الله اعلم، داز الباشا من قدامي شافني ما عجبتوش قال لك هذاك حيدوه من تماك. اييه ولكن علاش؟ واش دابا انت خارق القانون؟ لا ما عندي حتى شي، ما عندي حتى شي قانون اللي خارقوني، يعني بعيد على الطريق. انت كمقاول ذاتي شنو هو النشاط اللي درتي في المقاوله الذاتيه ديالك؟ المقاوله الذاتيه درت شنو سميتو؟ بيع خارج الاكشاك والاسواق. يعني بائع متحرك. بائع متجول. متحرك متجول. واه هذه هي دابا البطاقه اللي عندك باش انت كتمارس هذا النشاط ديالك. ايوه واه. وقال لك الباشا حيد من تما. قال جا القايد والمقدم والمخزنيه قال لك حيد من تما، درتي لنا مشكل مع الباشا. دابا انت الرساله صيفتيها لنا؟ صرت لكم. عطيتينا فين كاين هذه البشويه اللي تابعه لها انت وداك الشيء، عطيتينا المعلومات كامله. لا شنو سميتو الجماعه اللي انا اللي محسوب عليها انا جماعه قزنايا. هذا هو الملف اللي كاين دكتور ديال قزنايا. نعم ماشي انت اللي تلاقيتك لتحت؟ وقيلا ما كايناش تما الجماعه مكتوبه. ماشي انت اللي تلاقيتك؟ ما تلاقيتينيش. لا تلاقيتك انا، تلاقيتك الجمعه كنت خارج من الكراج. اذن صافي انت هذا اللي تلاقيتك ماشي من فاس، دونك من طنجه انت. هذا هو اللي قلت انا، قلت لي حدا المطار وبقيت عاقل على الملف ديالك. اييه هو هذاك. اي خلطت بين فاس وطنجه. اذا نبغى نخرج الملف. الملف ديالك تيهمني انا بزاف شخصيا. جزاك الله خير. دابا انت الله يعطيك الدكتور. احنا غادي نديروا اللي علينا الشريف، لازم نديروا اللي علينا، هذا واجب ديالنا. انت كتمارس نشاط. نعم اسمح لي الله يتوب عليك. ملي كنت خدام بخير ولله الحمد، عندي جوج بنيتات، الامور غاده مزيانه، يعني بنتي كتطلب شي حاجه كنوفرها لها. اللهم لك انا خدامه على ولادي. الحمد لله على كل حال. دابا شهر ونص وانا جالس، مشيت بغيت زعما بعثت مع الطوموبيل اون بان، كحل الطوموبيل واحد شويه بعثتها من ديك البلاصه اللي كنت فيها، بعثتها واحد شويه وبغيت نخدم. جا عندي المقدم قال لي شوف، قال لي بلا ما نوصلوا معك انا وياك شي حاجه اللي ماشي مزيانه، قال لي الطوموبيل غتمشي للفوريان. هاد السياره ديالك هي اللي داير فيها انت الماكينه ديال القهوه. اييه قال لي حبس ديك الخدمه ولا الطوموبيل غتمشي للفوريان. حبس الخدمه. دابا الطوموبيل حابسه، راه هي منزله تما مسدوده، راه منزله تما شنو سميتو شهر ونص هادي، قسما بالله لما زيرو درهم، زيرو درهم، يعني راه لا اله الكرام ما تخلصش، يعني راه الحمد لله اللهم لك الحمد. واخا في الملف ديالك صيفطي لنا الوراق ديالك ديال المقاول الذاتي. سرت الوراق ديال المقاول الذاتي. واه
الله يكثر خيرك في انتظار اننا ندرجوا الملف ديالك. جزاك الله خير. سمعني. الله يرحمك. سمعني لا غنطلب منك شي حاجه ديرها في انتظار. نعم سيدي. انك اننا ندرجوا الملف ديالك. غادي نطلب منك تقبط واحد الرساله وتصيفطها الرئيس الجماعه اللي تابعها انت ديال اكزنايا. هذه الرساله شنو غندير فيها؟ غدير طلب رخصه ممارسه نشاط تجاري في سياره متحركه، مقهى متحركه في السياره ديالي، وهالوثائق ديالي ديال المقاول الذاتي، وانا كنطلب دابا الرخصه الله يجازيكم بخير باش نشوفوا واش هذا النشاط خاضع للرخصه، ولا كان خاضع للرخصه نعرفوا الشروط ونعرفوا رئيس الجماعه باش غادي يجاوبك باش ندخلوا حنا من الجانب القانوني. ولكن انا بحال هادشي اللي كتقولي راه كيضرني في قلبي، لان واحد الانسان ما دايرش واحد الحاجه اللي هي عشوائيه، ما دايرش كروسه وما جاش واقف في باب الدار ديال عباد الله وما وقفش كيزعج السيارات ودير الرخصه ديالو ودير مقاول ذاتي وكيدير واحد الحاجه اللي هي محترمه باش يحافظ على الكرامه ديالو ويستجيب للطلبات ديال وليداته، خص المسؤولين يوقفوا معاه. إذن رئيس الجماعة غادي يجاوبك واش نقول لك هاكي رخصة هاك رخصة، ولا يقول لك الله يخليك خصك واحد الشروط فعلا هذه خصها رخصة وها الشروط وها الشروط، ونبقاو حنا بالتواصل. صافي صافي واخا زكريا الله يسر الأمور. بالنسبة شنو؟ بالنسبة واحد النقطة الله يجازيك بخير، بالنسبة لرئيس الجماعة مشيت لعنده ديك النهار ما لقيتوش، يعني باش تحصل على رئيس الجماعة صعيبة. لا ما بغيتكش أنا تحصل عليه، أنا بغيتك دير طلب مع الإشعار بالتوصل. أي فهمتك مع الإشعار بالتوصل. فهمتك هو شنو سميتو، كنت عندهم واحد الدوره ديال الانجازات ديال الخدمه ديال الجماعه، وكنت حضرت في ديك الدوره هذيك وبقيت حتى سالت الدوره باش نطلع بالرئيس، مي تلاقيت به عطيتو الملف ديالي ديال المقاول الذاتي، قال لي شنو هو المشكل ديالك؟ قلت المشكل ديالي اشني كاين واشني كاين، شد ديك الملف ديالي عطاني واحد الموظف قال له تكلف بهذا السيد هذا تكلف بهذا الملف، دار فيا انا قال لي وقف على شغلك. صافي واخا مزيان الامور غاده مزيانه، مين رجعت عند ديك الموظف اللي كلفو الرئيس بقى كيدي وجي فيا كيدي وجي فيا حتى الاخر قال لي هود عند واحد الموظف لتحت سميتو عبد السلام هود عنده قول له يعني سبق لك درتي طلب الرخصه؟ سبق لي درت طلب الرخصه. هو دابا غادي نرجعوا نشوفوا المآل، غادي دير طلب تقول لهم فين وصل المآل ديال الرخصه ديالي، انا طلبت رخصه، عاود غدير نفس العمليه وتقلب على رئيس الجماعه ولا توضع رساله مع الاشاره التوصل كطلب فيها المآل وصيفط لنا النسخه ديال الطلب اللي درتي للجماعه النهار الاول وهذا التذكير اللي غادي دير دابا. بالنسبه لهذا الطلب سي زكريا واضح، اذا ندير الاجراءات اللي تكلم عليها الدكتور معتوق وان شاء الله من بعد نديروا معك مواكبه في الملف ديالك دكتور. لا هو ماشي من بعد، حنا غادي نحاولوا ندرجوا الملف في اقرب وقت، نعيطوا رئيس الجماعه ونستشروا معاه في هذا الموضوع ديال هاد الناس حب السيارات انهم كثار، وانا تيبانوا لي من ناحيه الجماليه في الشوارع ما كاين حتى شي ازعاج، كاين الناس اللي ما تيقدروش يوقفوا في القهوه في المقهى عمومي ويجلس فوق الكرسي وداك الشيء، كيكون في السياره غادي تيوقف ياخذ قهوه بسرعه في السياره ديالو وكيكمل الطريق. لكن واش ثابته ام متنقله؟ هذا هو السؤال. الطوموبيل كتنقل كل مره في مكان ام كتبقى في نفس المكان بحال شي كيوسك؟ لا حنا تنهضروا دابا عنك، انت عرفتيني شنو كنقصد، هذيك السيارات اللي كنديروا فيها قهوه راه كيهزها في النهار في التالي ديال النهار وكيمشي بحالو. لا قال لي كتبقى 24 ساعة، حيت يمكن هو ما عنده ما خدامش السيارة خاسرة. لا كيبقى فيها صاحبه خدام بالليل بدون توقف. حيت فيها عطب داك الشيء باش كنخدموها حتى بالليل، ولكن إلا صلحها غيخدم في النهار، وحنا ملي غنهضروا على الرخصة نشوف واش عنده الحق يخدم بالليل، واش عنده الحق يخدم بالنهار، واش الرخصة كتعطى غير بالنهار، واش عنده حق يحتل هذاك المكان ويخصو يتنقل من أماكن مختلفة على هذاك الوقوف ذاك المحل شي حاجة، لأن عنده واحد الدخل، واش غادي يخلص شي ضريبة، واش غيخضع اذا المراقبه ديال جوده والسلامه ديال هذيك القهوه؟ ان هادشي كله خصو واحد الاجراءات قانونيه، حنا بغينا نلقيو الضوء على هادشي هذا، والناس اللي كيديروا هاد المشاريع يكونوا كيبيعوا داك القهوه وراسهم مهزوز بالمسائل ديالهم القانونيه وبحقوقهم، وحتى هما غادي يخضعوا للتصريح الضريبي الموحد، وغادي يكون عندهم واجبات ضرائبيه وعندهم حقوق ايضا اجتماعيه. نعم، اذا نواصلوا معكم او في راديو اسوات بعد الفاصل مباشره، خليكم معنا. نواصلوا معكم مستمعينا، تحيه لكم مجددا. إذا غنمشيو لمدينة مراكش نستقبلوا اتصال على الخط معنا ياسين، وفي مراكش أيضا معنا أحمد. خليك معنا أحمد. ياسين ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ميرسي فوزية بخير. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. بيت الدكتور معتق الله يجزيك. تفضل دكتور معك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي. كيداير بخير يا سيدي؟ الحمد لله بارك الله فيك. فقط دكتور بغيت نسولك الله يحميك الوالدين. نعم سيدي. كنت استفدت من واحد الكريدي ايه على حساب الدار، يعني قرض
قرض في إطار السجن. أيه و في الأول ما خديتش هذا العقد ديال الكريدي ما خديتوش وهذا و الكونتخ ديال لاسيغونس. أيه وفاش درت واحد الطلب كتابي دفعتو للبنك قالت لي ديك السيده تسنى. اييه بقات كتدي فيا وتجيب فيا شحال تقريبا شي 15 يوم. اييه ودابا باقي ما عطاتوش ليا ما عرفتش شنو الاجراءات اللي خدام. عندك التليفون ديال الوكاله ديال البنك اللي كتشتغل فيها؟ كيف اعطيه للمخرج ياسين. اذا نرجعوك عند المخرج والاسم ايضا الاسم ديالك الكامل والاسم ديال الشخص اللي كتعامل معاه في الوكاله. نوصلوا عبد الرحيم في انتظار تاخذ باقي المعطيات. مشكله مشكله واحد الانسان محتاج فتيقه حقه وبسيطه وما مطلوب ما كتطلبش شي مجهود. دار معهم عقد والقانون كينص على ان المواطن المستهلك من حقه ياخذ نسخه من العقد وياخذ نسخه ديال التامين وباش يطلب الوثيقه خصو 15 يوم يبقى يمشي ويجي. دن الاسم الكامل ياسين واذا اسم السيده اللي كيتواصل معها في الوكاله. غادي ناخذ احمد عبد الرحيم في انتظار تاخذ باقي المعطيات. احمد تفضل شنو السؤال ديالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم اختي فوزيه لاباس بخير؟ مرحبا. عليكم السلام. تحيه لكم والطاقم ديالكم الله يجزيك بخير استاذه. بارك الله فيك. تفضل. مرحبا. السؤال ديالي الله يرحم الوالدين اللي كنوجه للسي معتوق الله يكبر بكم الله يرحم الوالدين. كان الوالد خدام مع واحد الجمعيه النقابيه لمحاربه اعداء النباتات في مراكش ومن بعد ما الوالد يعني انه وصل هذاك سن التقاعد ما استفدنا والو ومشينا عندهم اللي هو هذاك هو تابع لواحد الصندوق اللي هو ديال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد راه كاين في الرباط شارع النخيل حي الرياض. على هذه الجمعيه ماشي قطاع خاص كانت تابعه للدوله اخويا. هي استاذه تقولوا بانه تابعه للدوله. لان ملي قلتي النظام الجماعي ديال التقاعد اذا كان تابع للمؤسسه العموميه. ايوا مشيتوا لهذ المؤسسه لقيتوا شنو ما كيخلصوش عليه ما كانوش كيخلصوا عليه؟ لا كان مسجل يعني مسجل كيخلصوا عليه اوستاذ. اييه وشنو المشكل؟ كان هو الوالد يعني خدم معاهم من 1992 حتى 2002 92 يعني 10 سنين. اييه ملي هذا ولا هذاك النشاط ديالها اللي كان كيمارس الوالد. الوالد كان كسائق جراح عندهم كيديروا داك المعالجه ديال هذوك النباتات. اييه من بعد ما هذا توقف داك النشاط ديالهم. اييه هذا هو توقف داك النشاط ديالهم مشينا عندهم لسمو للرباط لهذاك هذيك الوكاله. اذا واش مشيتوا عندهم للرباط واش حيت الوالد ديالك خدا التقاعد ولا حيت الشركه وقع وقفات النشاط ديالها؟ الوالد ملي مشينا عندهم الوالد يعني انه كان وصل سن التقاعد ومشينا عندهم بينا نقول لهم اشنو خصنا بينا نستافدوا بهذاك المعاش ديال التقاعد. ملي مشينا عندهم قال لك اودي خاص قالوا الوالد انا معاني قال الوالد خاصك تجيب لينا واحد ديك اسمها دبلة مشترجيم هذيك ديال شهادات الحذف من العمل. الحذف شهاده الحذف من العمل. اييه ملي قلنا لي ما ودي هاد الناس راه دابا ما بقاوش يعني داكشي ما بقاوش خدامين يعني داكشي ما بقاش حتى شي حد خدام ولا حتى شي حد معامل نهضر. كتبنا لهم تما نيت في الوكاله كتبت لهم نيت انا استاذ وهذاك الشيء المدير ديال الوكاله ومن بعد شي 20 يوم جاوبونا. قال لك اودي ضروري خاصكم تجيبوا لنا هذيك شهاده الحذف. اييه شهاده الحجز. من بعد ما قلنا جيبوها لنا وهذاك الشيء ما كاين منين نجي كنمشيو هذوك الناس ما بقاوش خدامين تما وهذاك الشيء. ولمن تابع هذه الجمعيه لمن؟ شنو الاداره اللي عندها الرقابه عليها؟ ما عرفت شي مديريه الضرائب في الرباط ولا شو استاذ. وخصك تمشي للاداره اللي تابعه لها اللي يمكن لها تعطيك هذه الوثيقه. هي ما تكونش تابعه اداره الضرائب هذا الحذف هذا خصك تشوف واش تابعه لوزاره الفلاحه هذه الجمعيه هذه. ولا المياه والغابات.
خصكم تسولوا شنو هي الوزارة ولا الإدارة العمومية اللي تابعة لهذه الجمعية اللي كانت تشتغل فيها الأب ديالك، باش إلى الجمعية شدات الباب ديالها وقفلات وسدات ما بقاش كاينة، غادي يمشيو عند الإدارة اللي كانت تابعة لها. تتسمى شهادة الحذف أو قرار الحذف أستاذ؟ أي عند الإدارة اللي كنت كتشتغل فيها، اللي كانت تشتغل فيها الأب ديالك. إذن إذا ما كانتش هذه الجمعية شدات غتمشي الإدارة اللي هذيك الجمعية اللي كانت تشتغل فيها الوالد كانت هنا في مراكش، دابا سدات غلقات ما بقاتش خدامة. راني فهمتك الشريف، غير ملي كانت تشتغل راها تابعة لواحد الإدارة. شكون هي الإدارة اللي تابعة لها؟ واش وزارة الفلاحة ولا ماشي وزارة الفلاحة؟ هذيك الوزاره اللي تابعه لها هي اللي خصك تقلب عليها وتقول شي الموارد، مدير الموارد البشريه، قول لهم ها المشكل اللي عندي. واخا استاذ اسمح لي، واخا قطعتك الله يجزيك بخير، غير باش هدا ملي ولا الوالد توفى في 26/12/2019 كتبت لهم انا. هادشي دابا الوالد توفى؟ توفى الله يرحمه. ملي كتبت لهم داك الشيء قالوا لينا ودي تابع لي رسالتكم المشار إليها في المرجع، لا يشرف أننا بعث إليكم طيابي مطبوع التقاعد وللاستفادة من معاش يتعين عليكم موافاة النظام بالملف الموجود طيه بعد ملئه وإرفاقه بالوثائق التالية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من بطاقة التعددية. إذا اليوم الأب توفى. خلي كملها زيد. نسخة من بطاقة التعددية. أه. شيك ملغى او شهاده بنكيه على توفركم على حساب بنكي او بريدي. عقد ازدياد الاطفال التي تقل اعمارهم عن 18 سنه. شهاده الحياه الجامعيه للاطفال التي تقل اعمارهم عن 21 سنه. شهاده عدم تقاضي التعويضات العائليه مسلمه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قرار الحذف. تجدون طيب نسخه من وضعيه حسابكم تبين التصريحات بواجبات انخراطكم المقترحه. ايوا صافي، دابا هاد شهاده الحذف منين غادي تجيبها؟ من الاداره اللي تابعه لهاد الجمعيه. سميت هاد الجمعيه؟ الجمعيه النقابيه لمحاربه اعداء النباتات استاذ. وخصك تقلب هاد الجمعيه لمن تابعه؟ واش تابعه لوزاره الفلاحه؟ ما كاينش كل شيء، داك الشيء ما بقى لا اللي تيشرف على الجمعيه. واش انا تنقول لك الجمعيه سدات وغتمشي تسول الجمعيه سدات؟ غتمشي لوزاره الفلاحه تسولهم، غتمشي للمديريه الجهويه ديال وزاره الفلاحه، قول لهم الله يجزيكم بخير، الجمعيه الفلان فلانيه لما تبع الاداره اللي تبع لهاش من اداره، بغيت واحد الوثيقه سميتها شهاده الحذف، بغيت ناخذها لما تبع واش وزاره الفلاحه، واش خصني ناخذها من عندكم هنا المديريه الجهويه، ولا نمشي لرباط الوزاره مدير الموارد البشريه، ولا غنمشي لاداره اخرى؟ واخا استاذ غير لي نزيد. لا صافي، ما بقالك ما تزيدني. عافاك الله يرحم ليك والدينا استاذ. وحيت ما كتسمعش. راه سمعتك استاذ، غير هما قالوا لي نعم ملي مشينا قال لك ودي راه عند هذا الوالد عندك عنده الحق في التقاعد ديالو، والا ما جبتي لنا هذا قرار الحذف راه غادي يبقى هذا الشيء هكاك. وراه عارف عنده، لان مهما جاوبوك وقال لك جيب لنا هذه الوثائق يعني راه عنده الحق، ولكن خصهم هذه الوثائق. دابا بقات لنا شهاده الحذف، منين خصك تجيبها؟ صافي غنمشي عاود جبد لي شي حاجه اخرى، عندي واحد الحاجه بعد نقولها، عاود قول لي شي حاجه اخرى. صافي غادي نمشي نقلب لعبه كي قلت يا استاذ. ما تفرقش معاهم حتى تعرف شكون هي الاداره اللي كانت تابعه لهذه الجمعيه. واخا استاذ الله تبقى تقلب اللي عطاك شي راس الخيط تبعو حتى تعرف شكون. واخا استاذ الله، الا فرحانين بك اليوم. الله يسهل. وعاود عيط لنا قول لنا شنو درتي. الله يرحم، رانا مدمنين على البرنامج ديالك استاذ، الله يرحم لك الوالدين. انا غادي نكون مسرور جدا الا مشيتي قضيتي هذا الغرض وقلتي لي راه حنا كنتوصلوا بالتقاعد الوالد ديالنا، المعاش ديال الوالد. يلا واخا كنشكروك. الله يسهل. مرحبا سي احمد، مرحبا. يلا زيد هادي زيد هادي، واحد حتى خرج التقاعد ومات ومازال ما خداش التقاعد ديالو. التقاعد كيتورث له واش غياخذوا المعاش ديال الاب ديالو؟ اي كانت الزوجه ديالو طبعا، هي كانت عنده زوجه وكانوا اطفال عندهم اقل من 21 عام او تيديروا الدراسه العليا او ذوي الاحتياجات الخاصه اذا كان نعم مصرح بهم نعم في حياته. اذا نواصلوا، غادي نرجعوا مع ياسين بوهالي اللي اليوم طلب ديالو. واش دابا الشعب هكا دخلت عليك بالله غيوته التيك توك؟ شعب بحال هكا واحد كيقلب على سياره يدير فيها قهوه يبيع قهوه بخمسة ديال الدراهم في كويز ديال ميكا باش يترزق الله باش يخدم، حيت ما عندوش شهادة ولا ما عندوش عمل ولا ما لقاش فين يخدم ولا البطالة تقهر بها وبغى يدير شي حاجة. ناطي الدابس في 3 مليون شرا واحد السيارة دار فيها هذاك الماكينة ديال القهوة، غادي يوقف عليه القايد يقول له هذاك القايد ولا هذاك الباشا خصو ياخذ بيديه ويقول له عرفتي اش غادير اولدي؟ الله يرضي عليك الله يرضي عليك، شوف شد داك القهوة ديالك غدا في الصباح ان شاء الله غتجي لنا للمكتب وغادي نحيلوك على المصلحه المختصه وغادي يقول لك الوثائق اللي خصك تجيب باش تمارس النشاط ديالك بطريقه قانونيه، حيت حنا عند ولدي عندنا ضرائب خصك تاديها، انت الا دخلتي واحد الدخل خصك تادي واحد الضرائب.
غادي تساد من واحد الخدمات. اذا خصنا حتى حنا الدوله ناخذوا حقنا. فهمتي ولد يقول له سمحتك صافي اسمح لي، يجي عنده يقول له جمع راسك سيدي غادي نسوي الدوله الفوريال. واش دابا هذا هو الدول اسلوب، هذا هو الاسلوب ديال التعامل، هذا هو مفهوم رجل السلطه، هذا هو تقرب يا اداره ويا مسؤول من المواطن. هذه هي الشعارات اللي كينادي بها صاحب الجلاله، هذو هما الرسائل اللي كيصيفطهم في الخطابات ديالهم. القهره هذه وجد هذا السيد هذا باه مات ومازال كيقلب على التقاعد، باه ما خداش التقاعد بسنوات، هو جالس ما وصلش للتقاعد حقه ديال التقاعد ما خداش، ومات السيد مشى دابا في القبر مشى عند الله ومازال التقاعد ما وصلش لولاده. دابا هذا شعبي واتينا حنا التيك توك واتينا نبقى نقلبوا هذا تجوج هذه تطلق هذا ضربها هذه مصوبها بالسر هذه عندها واد الولد هذا هذا كيركز هذه كتشطح هذه واتينا هذا الشيء هذا وقت هذا الشيء هذا. نرجعوا مع ياسين. دكتور ياسين شو الاسم ديال السيده اللي كتواصل معها في المديريه او في الاداره؟ لمياء. لمياء نعم. اذا نتمنوا ان لمياء تجاوبنا. اليوم الطلب هو نسخه ديال العقد ديال القرض ديال السكن وايضا نسخه ديال العقد ديال التامين. عبد الرحيم محاولة أولى، خليك معنا سي ياسين. إذا كنذكر ياسين اليوم من حقه ياخذ نسخة من عقد القرض. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله. لمياء لاباس عليك. مرحبا بك معنا راديو أصوات، حنا مباشرة في برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق. دكتور هذه لمياء. لمياء السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كلشي بخير لمياء؟ الحمد لله. كيتصل بنا واحد السيد طلب منك الله يكثر خيرك واحد العقد ديال القرض خدا من عندكم ديال السكن، كيقول لنا دي 15 يوم هو كيجي مور العقد ديالو. ما سمعتش كتيدي. واحد السيد عندكم زبون خدا واحد القرض ديال السكن. سميتو ديال السيد؟ سميتو؟ عطوا الاسم دكتور. بوهالي. ياسين بوهالي. ياسين. أيوة سيدي. كيجي لعندك وكتقول له غدا غادي نصاوبو بعد غدا غادي نجيبو لك غدا غادي هذه 15 يوم هو كيجي على هذا العقد ديالو ما لقاش. كيفاش ما لقاش؟ ما عطيتوش العقد ديال القرض، خدام عندكم خدام عندكم قرض. أيوة ما عطيناش. ما عطيتوش العقد. نعم؟ حنا اللي ما بغيناش نعطيوه. ما بغيتوش تعطيو العقد؟ واش حنا اللي ما بغيناش نعطيوه؟ أنا ندوزو لك ياسين. ياسين؟ هضر معاك هضر على مياه ذكرها ذكرها على مياه هاي هضر معاك. راه جيت لعندها السيد الدكتور معتوق ودرت لها طلب خطي. عافاك اسيدي انا جو في الخدمه ديالي دابا ياك؟ اييه. وقيله وقت العمل ما يمكنش نجاوب كان وقت العمل ديالي. حنا كنهضروا في شي حاجه خاصه لا لا، هذا راه حق ديالو، علاش ما بغيتوش تعطيو العقد؟ عافاك اسيدي حنا ما بغيناش نعطيو هادشي سي بيرسونيل ديال لو كليون. وراه تيهضر معاك لو كليون غادي يجي عندك اليوم في العشيه؟ انا اللي كنهضر معاك. ما قلناش لا، حنا ما جريناش على السيد وقلنا ليه غدا في الصباح لا غادي يجي عندك وعاود غادي نعيطوا له. صافي ياسين غدا في الصباح غتمشي عندها الوكاله. ان شاء الله اسيدي مرحبا. يلا الله يعاونك يا لاله. مرحبا بك. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم ياسين. شنو ياسين؟ سي الدكتور معتوق. شنو ياسين شنو قول؟ راه من 25 وصافي صافي سمعت هذا دابا غدا في الصباح ياك انت قريب لهذه الوكاله. قريب غدا في الصباح بغيتك تصبح عليهم في الوكاله ان شاء الله. الله يكثر خيرك يا لاله لمياء، اعطيني العقد ديالي وعيط لنا رد علينا الله يجازيك بخير. واخا سي الدكتور. يلا الله يسهل الامور. عندك ملي تاخذ ما تعيط لناش. لا غير الخط ما كي لا غير بقى تشدو. صافي الدكتور معتوق الله يحفظك. والله صيفط لنا رساله المهم قلنا خديتي العقد ديالك باش الا ما اعتذرلكش هي عندنا بيبان اخرين على من غادي ندقوا. الله يحفظك الله يجازيك بخير. شكرا ياسين الله ييسر لك الامور. نعم نواصلوا اذا بعد الفاصل. نفرض العقد كيتخاد يوم كتابه او تحرير العقد دكتور. ملي كنوقع العقد وتوقع عليه البنكه، البنكه كتكون موقعه عليه حيت عندهم داك الشيء رقمي. ناخذ انا العقد ناخذ النسخه ناخذ النسخه ديالي وناخذ الكشف ديال الاقتطاعات. كلهم فكريني غدا الله يرضي عليك هذه المعلومه. شنو غدا الجمعه؟ ان شاء الله الاثنين. يوم الاثنين نهضروا على الوثائق ديال القرض اللي خصو المواطن يدير القرض كمستهلك، اشنو الوثائق اللي خصو ياخذ ويرد باله ليهم. نعم اذا نواصلوا معكم بعد الفاصل. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا ان شاء الله في نفس الموعد من 2 ل 3:30 دكتور ان شاء الله. شكرا.